صحيح صحيح داليا، كما ذكرت منذ قليل الدفاع المدني وبمؤزر من الجيش اللبناني يحاول إخلاء بعض أو إجلاء بعض الأهالي وسكان المناطق منطقة الطيوني، خاصة أولئك الذين يعيشون على مقربة من منطقة الاشتباك، وهناك أيضا عدد من الحرائق لم يستطع بعد حتى هذه الساعة إخمادها. وزير الداخلية بحسب وزير الداخلية أكد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 قتلى، على ما يبدو من بين هؤلاء القتلى أحد المسؤولين التنظيميين في حركة أمل، لم نعرف بعد اسمه ولكن هو مسؤول تنظيمي. أيضا وزير الداخلية قال بأنه لم يكن هناك لدى الأجهزة الأمنية معطيات بأنه اليوم سيكون هناك تطور أو إطلاق نار خلال المسيرة، وعلى العكس كان المتظاهرون أكدوا أنها ستكون سلمية. أيضا المخابرات الجيش اللبناني باش وبإشراف من المفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بإجراء تحقيقات بشأن أحداث اليوم والاشتباكات الحاصلة التي لا تزال حاصلة. هدأت بعض الشيء في محيط منطقة الطيوني، ولكن الآن منذ دقيقة حوالي دقيقة سمعنا إطلاق الرصاص. كما تشاهدين هذه بصات لإحدى المدارس القريبة من هنا تخرج من المنطقة. تسمعين، نحن قريبون جدا من منطقة أو دوار الطيوني، تسمعين داليا الرصاص القريب والمنخفض أيضا نسمعه بين الحين. ما زال هناك إطلاق أنني ذكرت أنه هدأت قليلا. كما قلت ما زال هناك إطلاق للنيران ليلى، يبدو أنه نعم ما زال هناك إطلاق للرصاص. طيب ماذا صحيح. عن تعزيزات الجيش اللبناني الآن التي تتابعينها وتنصدينها ليلى؟ منذ الصباح كان هناك تواجد كبير لمغاوير الجيش اللبناني، والمغاوير ينزلون عند أحداث معينة، عندما يكون هناك تخوف من أحداث أمنية. كانوا متواجدين على الأرض صباحا في المسيرة أو قبل التحرك، وكانوا يغلقون كل هذه المنطقة بالإضافة إلى قوى الأمن الداخلي، ولكن منذ حوالي ربع ساعة شاهدنا وصول تعزيزات من القوى الضاربة من الجيش اللبناني التي توجهت إلى دوار أو محيط الطيوني لربما العمل على تهدئة الوضع. أيضا تم إلقاء القبض، بحسب الفيديوهات التي وصلتنا تم إلقاء القبض على أحد القناصين. لم يصدر الجيش اللبناني بعد بيانا جديدا عن عدد الذين تم اعتقالهم أو توقيفهم أو أعداد الموقوفين حتى هذه الساعة. آخر بيان للجيش اللبناني الذي دعا فيه المدنيين إلى إخلاء الشوارع وحذر من يملكون السلاح أو من يحملون السلاح بأنه سيطلق النار مباشرة عليهم. ليلى، كان هناك أيضا تصريح لافت من وزير الداخلية والجيش اللبناني أيضا بأنه القنص يتم لي على الرؤوس، يعني القنص أو الطلقات تصيب الرؤوس. ما الذي يقال حول هذا المعنى الآن؟ يعني نستطيع أن نستنتج ذلك من خلال الإصابات وأعداد القتلى الذين علمنا أنه معظم الإصابات هي بالرأس، وأيضا السيدة التي توفيت منذ بعض الوقت هي كانت في منزلها. على ما يبدو أحد القناصة أيضا أطلق الرصاص عليها على رأسها مباشرة داخل منزلها. هذا ما يفسر الحصيلة الكبيرة للقتلى وأيضا للجرحى الذين حالاتهم خطيرة. السيدة هي على ما يبدو كانت في منزلها، هي أم لخمسة أولاد وتوفيت متأثرة بإصابتها بالرأس مباشرة. نعم هناك قناصة، أيضا هناك فيديو وصلنا أحد الشبان كان يقطع الشارع وتم قنصه من أحد القناصين في جسمه بداية ومن ثم رأسه بحسب الفيديوهات التي تصلنا. طيب ليلى، دعينا نطمئن منك فقط على أحوال المدنيين الآن. كنت تذكرين وكنا نتابع في الصور منذ قليل أنه رجال الدفاع المدني يقومون بإجلاء المدنيين من منطقة الطيونة. هل تم إجلاء كل المدنيين الآن؟ هل هم في مكان آمن؟ للأسف لا.
للأسف لا يستطيع الجيش والدفاع المدني إخلاء كل هذه الأعداد الكبيرة من أهالي المنطقة. تسمعين الآن تجدد إطلاق الرصاص داليا. هناك بعض السكان بيوتهم أو منازلهم هي مباشرة على الخط ما يعرف بخط التماس على طريق صيدا القديم الذي يوصل مباشرة إلى دوار الطيوني. هؤلاء عالقون داخل ما يعرف بالأدراج أو داخل المداخل في هذه الأبنية لأنهم خائفون من عمليات القنص وخائفون على البقاء في منازلهم. لهذا تحدثنا إلى بعض منهم في هذه المنطقة، قالوا لم نستطع التحدث إليهم مباشرة على الهاتف إنما بالرسائل النصية، قالوا إنهم متواجدين بجانب المصاعد. إلى هذه الدرجة الخوف وصل بالسكان، خاصة وأن الرصاص كثيف. هناك قذائف كانت تطلق، قذائف الار بي جي التي سمعناها وهزت، يعني سمعنا أصواتها الكبيرة في معظم الشوارع المحيطة بمنطقة الطيوني. ولا ننسى أيضا التلامذة الذين كانوا عالقين داخل المدارس والذي ساعد الجيش اللبناني على إجلائهم، مع العلم أن وزير التربية أيضا قال بأنه لم يكن لديهم من أي معلومات على أن هذه الأحداث قد تتصاعد وتتوتر. لذلك كان اليوم يوم دراسي عادي في غالبية المناطق المحيطة بمنطقة الطيوني، مع العلم أن بعض المدارس كانت تخشى أن يكون هناك توتر وأن يعني تتحول هذا التحرك السلمي إلى توتر، وهذا ما حصل. وهذه المدارس كانت قد أبلغت الأهالي بأنها لن تفتح أبوابها اليوم وهي ستقوم بالتدريس عبر الإنترنت. لذلك كانت قد اتخذت إجراءات احتياطية. ولكن فيما يتعلق بالمدارس وخاصة المدارس التي تقع في منطقة عين الرميني وفرن الشباك القريبة من الطيوني، هي لم تكن تحسب حساب لأن يكون هناك توتر وأن تحول هذا التحرك إلى اشتباك. لذلك كان هناك عشرات التلامذة عالقون داخل المدارس وساعدهم الجيش اللبناني على إخلائها. وشاهدنا العديد من الأهالي داخل السيارات توجهوا لإجلاء أبنائهم من المدارس. فيما يتعلق بيوم الغد أيضا قد نشهد إقفالا للمدارس بحسب وزير التربية الذي أعطى المدارس القرار بتقدير الموقف من الفتح أو الإغلاق نتيجة ما سيحدث تاليا في ساعات هذا النهار. نسمع أصوات الرصاص، نسمع معك بصراحة هناك إطلاق نار كثيف ليلى، لا يتوقف الرصاص سوى دقائق قليلة. ما تفسيرات ليلى، يعني ما هي التفسيرات التي تتابعينها أو يتم تداولها حتى من القوات الأمنية لهذا التفاجؤ؟ يعني ذكرت لي بأنه وزير التربية وزير الداخلية نفسه حتى قال أنه من حضروا للتظاهرة أكدوا لنا بأنها ستكون سلمية وتفاجأنا بكل هذا الإطلاق للنيران. ما هي التفسيرات على الأقل الأولية لهذا التفاجؤ؟ يعني المسيرة لربما كانت ستكون سلمية، ولكن وجود عدد من القناصين الذين بدأوا بإطلاق النار على من يشاركون في هذه التظاهرة هو الذي أدى إلى أخذ هذه التظاهرة إلى هذا المنحى، منحى الاشتباك. ولكن عندما كنا نحن في داخل المسيرة أو هذا التحرك سمعنا أنه سيكون يوما سلميا ولن يسمح لأي أحد بإحداث الشغب من أي جهة أتت، ولكن لا يستطيع أحد اليوم أن يضبط الشارع اللبناني المحتقن، مع العلم أن البعض كان يتحدث عن أنه صحيح لربما كانت هذا التحرك سيكون سلميا، ولكن هذا لا يعني أن يدخل طابور خامس كما تجري العادة في معظم هذه الأحداث المتوترة أو هذه الأحداث التي تأخذ البعد السياسي والطائفي. وكان لربما كان من الأجدى للقوى الأمنية أن تتخذ الإجراءات أكثر أو إجراءات لربما أقصى. هذا ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين، أي أنه اليوم التحرك معروف من حزب الله وحركة أمل، وهناك شارع آخر مواجه لهذا الشارع
وهم على خلاف، ولذلك كان على هذه الأجهزة الأمنية أن تكون أو أن ترفع من منسوب الإجراءات لديها. ولكن طيب. كما ذكرت الجميع كان يقول من وزير الداخلية ووزير التربية وحتى الجهات التي دعت أنها كانت هذه التحرك سلمي، ولكن في لبنان كل شيء متوقع. يعني حتى بالأمس كل المراقبين، أود أن أشير إلى هذه المعلومة داليا، كانوا يتخوفون من تصعيد، أي أن هذا التصعيد هو احتمال وارد وكبير.